السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركة. النهاردة جايين ومعانا فيديو مهم جدا جدا، فيديو بيتكلم عن الحسد وأصحاب المحتويات اللي تعرضوا للحسد وإيه أشكال التعرض اللي هتعرضوا له للحسد، وجايين ومعانا برضو رياكت على أشرف ومريم، وفي حاجات مهمة هتطلعين وهنتكلم معاكم فيها. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة وزي ما تعودنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي جنوب لبنان، اللهم احفظ مصر شعبها وارضها وجيشها من كل سوء، اللهم امين يا رب العالمين. نتكلم عن الموضوع المهم اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه، الا وهو الحسد. وما ادراك ما الحسد؟ وكلنا شفنا اصحاب المحتويات في الفتره الاخيره وتعرضهم للحسد، قدموا احسن ما عندهم من محتوى جميل، محتوى جميل جدا جدا زي ما بيقولوا، حبوا يصدروا الطاقة الإيجابية للمتابع علشان ما يزهقش ويمل، يبعدوا عنهم الطاقة السلبية، إلا إنهم في كتير منهم اتعرض للحسد واتعرض للعين، وإحنا كلنا عارفين إن العين حق، فده أمر طبيعي في منهم اتعرض للحسد. طب مثال على ذلك مين؟ طب إحنا هنتكلم عن المشاهير أو أصحاب المحتويات المعروفين اللي كتير مننا بيتابعهم. طبعا في كلنا بنتعرض للمشاكل وكلنا بنتعرض للحسد وكلنا بنتعرض، بس في ناس كتيرة مش متسلط عليها الضوء، وفي ناس تانية متسلط عليها الضوء، في ناس شايفاها، ناس بتتكلم عنها، فبرضه اتعرضوا للحسد، وكتير مننا شفنا فيديوهاتهم. مثال على ذلك محمد وآلاء، طبعا محمد حوارات كلنا شفناه وبيقدم محتوى جميل جدا جدا، هو واهله بيقدموا حاجات كويسه وحاجات بتصدر الطاقه الايجابيه، الا ان طبعا موضوع ولاده زوجته وتعرضها للعصب السابع، وطبعا كلنا شايفين طبعا الوجه ربنا يشفيها ويعافيها. طبعا غير ان محمد كمان نفسه اتعرض برضه بسبب حقنه خدها، برضه تعبته ما قدرش يقف على رجليه كام يوم، تعب شديد، موضوع سيارته اللي طبعا ولعت على الدائري، يعني في حاجات كتيره بتتعرضوا لها، لكن هم على قد ما بيقدروا بيبعد عن الحاجات السلبيه وبيحاول ان هو يصدر لك الطاقه الايجابيه، لكن هم مش معزولين ان هم يتعرضوا للحسد. طب الموضوع وقف على كده، عندك ياسمين وضني، كلنا شفنا ياسمين وضني طبعا والتجهيزات اللي عملوها وتجهيزات الولاده، السيشن، الديكور، كل حاجه هم عاملينها، عملوا حاجات كتيره جميله، الا انهم برضو للاسف الموضوع كله ختم بوفاه المولوده. طبعا الموضوع كان محزن جدا جدا، غير بقى مشاكل ضني مع والدته ومشاكل ياسمين مع حماتها، طبعا كل ده اثر عليهم، وطبعا ده كل ده ممكن يكون حسد، ناس بصرهم في حاجه زي كده، غير بقى ام جانا، غير طبعا القصه المعروفه بالنسبه لنا مدام هناء وطليقها رضا، طبعا وتعرضهم للحسد، انفصال، ابتدى في حاجه كتيره، وطبعا مشاكلهم احنا كلنا عارفينها في حاجه زي كده. طبعا غير ابو زياد وام زياد رحمه الله على ام زياد برده تعرضها للحسد، واخيرا يعني اشرف ومريم برضو طبعا اتعرضوا هما كمان للحسد بعد الحفله اللي عملها الجميله طبعا بمناسبه رجوع زوجته، لان طبعا حصل انفصال وكده هنطلع وهنتكلم معاكم فيه. طبعا عمل لها حفله جميله جدا بعد رجوعها معاه، طبعا بعد حصوله كمان في الفتره دي على الدرع المليون مشترك، برضو اتعرض هو كمان للحسد، وهنجينا هنتكلم معاكم في الحسد. بس لازم نعرفكم برضو بسنه بسيطه على اشرف ومريم، للناس اللي ما تعرفش اشرف ومريم. أشرف ومريم أصحاب محتوى بيقدموا محتوى جميل جدا مع بعضهم، في الفترة الأخيرة تعرضوا لمشاكل شديدة جدا جدا مع بعض، كانت هتؤدي لانفصالهم، لكن ربنا طبعا ستر في حاجة زي كده، طبعا حبوا بقى أنت فاهم المشاكل بتاعتهم. هنتكلم على المشكلة الأول برضه عشان تبقوا أنتم معايا. طبعا المشكلة استمرت بتاعتهم حوالي يجي شهرين، طبعا تدخل فيها الاب، تدخل فيها الام، طبعا ام اشرف، ودخلت فيها، دخل فيها الخال، ودخل فيها العم والوسطاء، وحدث ولا حرج على الناس اللي اتدخلت كتير عشان يحلوا المشكله دي. المهم ربنا كرمهم واتحلت المشكله بتاعتهم، فقرر اشرف طبعا من فرحته برجوع زوجته انه يعمل لها حفله. طبعا في الفتره دي كان ربنا كرمه بالمليون مشترك، فقال لك الدرع المليون مع الحفله بتاعت رجوع زوجتي، هنعمل حفله كبيره كده، حفله زي ما بيقولوا على الضيق، بس هي كانت حفله كبيره بسم الله ما شاء الله، جمع الاهل والاصحاب والاقارب وكل المقربين من هنا ومن هنا، وجمعهم كلهم علشان الحفله دي اللي حب يعملها لزوجته، عشان تبقى فرحه الحصول على الدرع وفرحه رجوع زوجته، ودي حاجه كويسه جدا جدا. زي ما بقول لك عمل الحفلة دي كلها، لكن تعرض لهجوم شديد جدا جدا من بعض المتابعين. طب ليه واحد عامل حفلة يتعرض لهجوم شديد؟ اه تعرض لهجوم شديد. طب ليه؟ لان في الفترة اللي كانت زوجته زعلانة منه فيها، طبعا كان الزعل كان ايه؟ واحدة حبت تعمل مقلب في جوزها، راحت قام وتنرفز وتعصب وكسر العفش وبهدل الدنيا وخرب الدنيا، فطبعا امر طبيعي الزوجة راحت بعدت عنه.
الموضوع يخلص لحد كده؟ لا، الموضوع قال لك ايه؟ لا انا عايز ارجع زوجتي. طب الشرط بتاعهم ايه؟ شرطك لا انت لازم تجيب لنا عفش جديد مكان العفش اللي كسرته. ده كان امر طبيعي جدا جدا ان يعمل حاجه زي كده. طب اجيب منين العفش؟ طب اعمل ايه؟ طب انا ما معيش. طب انا ما اجيب منين؟ طب ده انا معيش حتى مقدمه، انا معيش قسط للموضوع ده. انا طبعا المتابع شاف ان ايه؟ ان الموضوع بقى مستحيل ان هم يرجعوا لان الراجل معهوش فلوس. فطبعا بصوا على الحاجات دي كلها. اذ فجاه لقوا اشرف بيعمل حفله برجوع زوجته. الله الله، طب انت يا عم بتقول ما معكش وبتقول اجيب منين واعمل منين، ما ايه الحفله الكبيره اللي انت عاملها دي كلها؟ فطبعا المتابع الذكي بقى، يعني عايز اقول لك ايه، بيسال اشرف سؤال مهم جدا جدا. انت بتقول ان انت ما معكش وانت مش عارف تجيب وتعمل منين وتسوي منين، طب انت الحفله دي عملتها ازاي؟ من اين لك هذا ما دام انت ما معكش فلوس؟ متابع تاني طالع وهيتكلم معاهم كلمتين مهمين. انتوا يعني عايشين في فرح وعايشين مرتاحين وعايشين متدلعين وعايشين متهنيين وعايشين في رفاهيه، امال بتقولوا ليه ان انتوا ايه ما معكمش؟ ده كلام مهم جدا جدا. لحد ما العين رشقت في اشرف. ازاي؟ 8 غرز في الدماغ تعرض ليها اشرف. الراجل نازل من على السلم هو ومراته من عند والدته، للاسف الشديد رجليه تزحلق فيقع على دماغه فياخد 8 غرز في دماغه. طبعا احنا عاملين ان احنا ندعي لاشرف ان ربنا يشفيه ويعافيه ويحفظه لاهله ولبيته ويحفظ طبعا جميع الناس، طبعا المرضى من المسلمين. يعني بجد احنا عايزين نبعد العين شويه عن الناس. طبعا في بعض المتابعين المحترمين اللي بيفرحوا لما بيشوفوا اصحاب محتوى، لكن في بعض التاني جزء كده صغير لا يذكر زي ما بيقولوا بعينه بترشق صح. المهم عايز اقول لكم نقطة مهمة جدا جدا. اولا مفيش بيت خالي من المشاكل، مفيش بيت او مفيش بيت حد فيه مرتاح فيه على اكمل وجه. الفلوس يا جماعة مش كل حاجة، الفلوس مش كل حاجة. واحنا لو تعرفوا كده في ديننا ان احنا اتخلقنا في كبد، في كبد يعني تعب وهم وحاجات كتيره. ما يغركش البني ادم اللي طالع بيصدر لك الطاقه الايجابيه ان هو بيضحك وبيهزر وفرحان، فهو خلاص كده محدش يعرف ايه اللي جواه. ولو هندور على الراحه الحقيقيه يا جماعه هي في مكانها في الجنه، فربنا يرزقنا ويرزقكم الجنه اللهم امين يا رب العالمين. نعمل بقى رياكت على الفيديو اللي احنا طالعينه هنتكلم معاكم فيه اللي هو الخاص باشرف ومريم. انا عارف ان انا طولت عليكم شويه بس كنت لازم اطلع واتكلم معاكم في النقطه دي. طبعا طلعت مريم كده في فيديو بكاء شديد على اشرف وزعل، وحبت طبعا تطمن المتابعين اللي بيقولوا لها انتوا فين وغايبين ليه، فحبت تطمن المتابعين على اشرف وكده، وان الحمد لله. طبعا بتحكي بقى قصته ان هو وقع على ظهره وخد 8 غرز والحاجات دي كلها، فحبت تطمنه يعني الحمد لله كويس. بس لقيناها بتطلع وبتبرر للمتابعين الحفله اللي اتعملت. يا جماعه عشان احنا بصوا الواضح كده تعرضت للحسد، لا احنا بصوا يا جماعه الحفله اللي عملناها دي، ده احنا معزومين يعتبر ايه، واحد حب يعمل مجامله مع اشرف كده فقال له تعالى انا اعمل حفله عندي. هي عايزه تقول لك حاجه زي كده، فابتدت تبرر للمتابعين موضوع الحفله اللي هي اتعملت لها، الحفله الكبيره زي ما بيقولوا، وان دي كانت مجامله من صاحب اشرف ليه في القاعه بتاعته، وتعالى واعمل حفلتك عندي واعمل حفله الدرع عندي ومش عارف ايه، ودي كلها مجامله بدون اي مقابل. عشان الناس اللي بتقول انت بتقول ما معايش واجيب منين واعمل منين، طب ما هو بتعمل اهو حفله كبيره. لا هي طالعه بتقول لك ان دي كانت مجامله وما كانت اشرف ما دفعش فيها ولا مليم، وبتقول لك وبعد الحفله ما شفناش يوم حلو. يعني بمعنى كده ان هم تعرضوا للحسد. طبعا حبيت بقى اتاكد للمتابعين ان اللي حصل لنا ده حقيقه ومش تمثيليه والله، وسيبكم من المكياج اللي انا حطاه وسيبكم من الضوافر الطويله والحاجات دي كلها. انا اللي حابب بقى اطمن المتابع تقول لك ايه، تعالوا شوفوا اشرف وهو تعبان. دخل طبعا اوضه النوم بتصوره، كانت والدته قاعده معاه فصورته وهو تعبان، واحنا مصدقين في حاجه زي كده لان مفيش حد بيتداعى المرض في حاجه زي كده، فصورته علشان تثبت للمتابع ان الراجل تعبان وان هو مش سليم، وده مش حوار انا عاملاه، وسيبكم من الكلام اللي بيتقول لكم ده كله. طب هي ليه نزلت فيديو زي ده؟ لسبب واحد جدا. قبلها امها حوالي بساعتين ثلاثه كده كانت منزله فيديو خاص بعيد الميلاد بتاع اختها رودينا، فطبعا شفنا تسجيل الفيديو وشفنا الاحتفال بعيد الميلاد والحاجات دي كلها. طبعا مريم جت حضرت الموضوع ده وحاضراه بمكياجها بلبسها بأظافرها بكل حاجه، يعني زي ما بيقولوا على سنجة 10 وربنا يصلح حالها.
طبعا ضحك وهزار واغاني وهدايا وكلام كتير جدا جدا. ازاي انتي بتحضري يعتبر حفلة عيد ميلاد وانت عارفة ان جوزك تعبان وجوزك مش موجود معاكي، وبتضحكي او بتغني وبتهزري الحاجات دي كلها؟ دي نقطة مهمة جدا جدا. ازاي انتي في الفيديو بتاعك طالعة وبتقولي ده احنا تعبانين في عيشتنا، ده احنا مش مرتاحين، ده احنا تعبانين بسبب الألم بتاع عشرة، ده ما بينامناش، ما بيعملش، ما بيسويش؟ كان من باب اولى ان انتي ما تحضريش عيد الميلاد، كان من باب اولى ان انت تقولي لامي يا امي ما تسجليش الفيديو ده، او الفيديو ده بدل ما يتسجل ما تنزلوهوش دلوقتي، نزليه مثلا بعد يومين ثلاثه بعد اسبوع، ايه المشكله؟ لكن ان الفيديو عيد الميلاد ينزل فانت حاضره ولابسه وعامله ومجهزه نفسك، ومن ناحيه تانية سايبه جوزك، ده ما كانش صح. في حاجات كتير هنطلع وهنتكلم معاكم في الفتره اللي جايه عليها، بس كان في اخطاء ظهرت. كان في اخطاء، ما ينفعش الست كانت تسيب جوزها علشان تحضر عيد ميلاد، حتى لو كانت رايحه لاختها، حتى لو كانت رايحه لامها، ما كانش ينفع انها تسيب جوزها، لا تفضل قاعده جنبيه، تفضل تواسيه، بدل ما المتابع يقول لك ايه، لا ده سابت جوزها، ده اتصلت على امه تعالي اقعدي معاه عشان انا رايحه احضر فرح تاني او احضر عيد ميلاد او اعمل وسائل. فانت سبت جوزك، وده كان اكبر غلط وما كانش ينفع، ده خطا وقعت في مريم. وكان الافضل برضه تسلي على امك، تقول لامك يا ريت ما كانش نزلت فيديو. حاجه كتيره مهمه جدا جدا بتقع من يعتبر من اصحاب المحتوى، الا ان المتابع ذكي، متابع فاهم ايه اللي بيحصل في الحاجات دي كلها. طبعا ده فيديو كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه. ما تنسوناش طبعا نبص معانا في نهايه الفيديو، ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه، ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي جنوب لبنان، ما تنسوش الدعاء لمصر لشعبها وارضها وجيشها، ما تنسوش الدعاء للعبد لله الفقير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجيت في نهايه الفيديو، ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.